طال عمركم انتم اليوم جايين تعزون، نحن المفروض نعزيكم في اخوكم. نعم، الله يرحمه ويغفر له ويسكن ان شاء الله الفردوس الاعلى ان شاء الله. نحن تقبلنا امر الله وهي سنه الحياه. الله يحفظكم ويطول عمركم، والله يقدرنا ويمنا ان شاء الله في اهلنا في الامارات ويهدينا ان شاء الله على الصواب. الحمد لله يا طيب العمر. نحن جينا نعزيك ونعزي انفسنا، نحن واخواني هذا الحكام، ونبارك لك ونبارك لانفسنا بقيادتك لنا وبرئاستك دولتنا. الله يقدرنا على الصالح، ونحن سند لك على ما تبقى. الحمد لله. شكرا شيخ محمد على هذه الكلمات. الحمد لله انك انت ليس بغريب على هذا الموقع، فانت ابن الشيخ زايد المؤسس، وانت شقيق المرحوم الذي حمل الرايه من بعده، وانت لست غريبا علينا، عاشرناك خلال هذه المدة وهي مدة عصيبة، لكن كنت عند حسن الظن بك والحمد لله. نحن بجانبك وفي هذه المسيرة، ونحن كلنا نسلم القيادة لك وعلى بركة الله. وإن شاء الله دولة الإمارات وشعبها إن شاء الله في مأمن وفي موقع الحمد لله. كل الناس تحسدنا عليه، لكن الحمد لله وعلى بركة الله إن شاء الله. الله يجزيكم خير ويطول عمركم يا شيخ سلطان، ويقدرنا على حمل الأمانة يا رب. الحمد لله، والحمد لله. نحن نقول نبارك لك أنت بس فقط، نحن نبارك لنفسنا كذلك. الله يمننا يا شيخ. الحمد لله. الله يمننا. الله يبارك فيك. الحمد لله. أنا طال عمرك أخوكم محمد. الحمد لله. بيبقى مثل ما تعرفونه. الحمد لله. وإن شاء الله أن ما يغير علينا حال يا شيخ سلطان. لا، الحمد لله. أخوي محمد وأخواني الحكام. الحمد لله. وربي يوفقنا لما فيه خير البلاد وهلا. الحمد لله. آمين. الله يبارك فيك. نحن بارك للشيخ مشكور محمد. مشكور. مبروك يا طويل العمر على بركة الله. الله يطول عمرك ويحفظك ويوفقك يا ابو بخاري. الله يطول عمرك. الله يطول بعمرك. مشكور. الله يسلمك. الله يطول عمرك.